اتأخرت قوي كده ليه؟ مالك؟ عينيك بتقول انك مخبي حاجة وجعاك. طيب احضر لك الحمام على ما اسخن العشاء. لا انا عايز اريح جسمي بس. انت في حاجة وجعاك؟ اكلم الدكتور؟ لا 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 مفيش داعي. اهلا ست هانم. غريبة قوي، ايه اللي جاب عربية بابا هنا؟ بابا مقيم هنا في الدور الفوقاني، وانت بقالك مدة ما جيتيش الشركة يا فندم. حبيبتي يا ماما، انا ما طلبتش منكم انكم تيجوا عشان تطبطبوا عليا وتاخدوني في حضنكم. انتوا ولادنا ومن حقكم تعرفوا ان العلاقه اللي بيني وبين ابوكم انتهت. علاقه؟ قصه الحب اللي كان منتهي املنا اننا لما نكبر ونتجوز ان احنا نعيش قصه زيها بقت مجرد علاقه؟ قصه حب ايه اللي بتتكلم عنها؟ ما تشوف الجلسه اللي احنا فيها دي. طب ما فيش امل لو حد فينا اتدخل يعني ان الامور ترجع زي ما كانت؟ انا مش عايزه حد يتدخل من فضلكم. القرار النهائي ما فيهوش رجوع وخلاص، هيبدا حياه جديده. انا بس عايزاكم تفرقوا بين علاقته بيا وعلاقته بيكم. طب هو راح فين دلوقتي؟ تفتكري كان مناسب ان انا اساله سؤال زي ده؟ مهم انه راح خلاص. هو بس في حاجة تانية كنت عايزة اقول لكم عليها. هو لسه في حاجة تانية؟ انا قررت اني استقل بممتلكاتي في المجموعة. يعني من بكرة خلاص مش هيبقى لي اي علاقة بمجموعة الديلي. أنا أصلاً ماليش كلام معاكي. بابا يا بابا بابا وطي صوتك شوية، أنا هخش أندهد. مفيش داعي. إيمان سيبينا لوحدنا. فنم. هو ده وقت نتفرق فيه يا ماما؟ يا ماما بابا ظروفه صعبة جدا، مش هنبقى احنا والزمن عليه. أنا مبسوطة إنك بتتكلم كده عن أبوك بعد كل اللي عمله فيك. حضرتك بتقولي إيه؟ مهما عمل فيا ده برضه أبويا. بس مسؤول عن تصرفاته وجرحني. أنا عارفة إنك بتقولي الكلام ده من ورا قلبك. عشان خاطري يا مامي ما تاخديش اي قرار دلوقتي، انت دلوقتي في حاله غضب. ارجوك يا مامي اهدي وبعد كده خدي قرارك براحتك، ما حدش هيقول لك حاجه. مش عايزه نصايح من حد، زهقت من النصايح. انا عشت طول عمري مغميه عيني سده وداني لاغيه عقلي ماليش راي ماشيه ورا الكل عشان خاطر مصلحه الكل، وفي الاخر الكل سابني. حتى هو سابني وراح عاش حياته وشاف مصلحته، وفي الاخر انا اللي فضلت لوحدي.
لوحدي. مش غريبة ان العمارة اللي شافت غلطتي في حق نفسي وفي حقكم تبقى هي نفس العمارة اللي تشوف غلطة حضرتك في حق نفسك وفي حقنا؟ خلي بالك من كلامك، ما تنسيش انك بتكلمي ابوك. عارفة يا بابا ومش ناسية، بس انا ما صدقتش بواب العمارة لما قال لي ان حضرتك عايش هنا بقالك كام يوم. انا قلت جايز بتغير جو لحد ما الامور اللي بينك وبين ماما ما تهدى، لكن اطلع عليك مش لوحدك، واللي تفتح لي تبقى وحدك. دي تبقى مراتي. عارفة يا بابا، بس مش دي اللي تاخد مكان ألفة سليم وام اولادك وحب عمرك، ولا اي واحدة في الكون يا بابا ممكن تاخد مكان امنا. انا عشت العمر ده كله عشان تيجي انت النهارده وتعرفيني قيمه ماما لازم تبقى ازاي. هبه ما تزوديش الحمل على قلبي، وانت واخواتك لازم تطلعوا برا الموضوع ده نهائي، ولازم تفضلوا جنبيها من غير ما حد يقلب عليها المواجع. طب ليه يا بابا؟ مش هنخلص من التحية ما منوش فايدة ده؟ يلا قومي روحها بالوقت ما يتأخر، وخليكي جنب ماما وابنك. بعدين أنا ما عملتش حاجة غلط. حقك عليا يا بابا، وأسفة أني انفعلت، لكن لازم ترحم ماما من جرحها. ماما لما بتنجرح منك مفيش حد فينا مهما يكون مكانته عندها بيقدر يداويها. أرجوك يا بابا، دي ألفت. يعني إيه؟ ظهري بقى للحيط تاني؟ هنرجع لأيام الفلس والرزالة على الخلق؟ جرى إيه يا سيد؟ إيه اللي جرالك؟ هو معنى إن إحنا وقفنا شغل شوية هتقعد تطربق الدنيا كل ساعة وتانية على دماغي ودماغك؟ طب طمنيني يا أوشا، إيه في جرابك لأخوكي؟ جرابك؟ إيه شغل الحوايا ده؟ مش عايز تتعلم وتتنجر شوية؟ أنا فيا كل العبر، بس طمنيني وليك عليا من الصبح هخش نحو الأمية، ولو عايزين أتعلم لك فن الأوتوكيك ده هتعلمه. إيه فن الأوتوكيك؟ خلاص الأوتوكيك ده أنا هكلمك بلغته. كل المطلوب منك إنك تاخد بالك من أخواتك، ترعيهم، تبقى حنين عليهم يا سيد. دول مالهمش غيرنا، غلابة، ولا عايزهم يبقى أختهم زي بختنا؟ حاضر، وليك عليا التزاماتك، والتزاماتهم هتاخدها النهاردة قبل ما تمشي. كده تمام، من عندي تأمريني ومن عندي حاضر. ماما تعبانة وبتقاوح، والقرار اللي أخدته ده مش صح. هنعمل إيه بس يا باسم؟ مشكلة إن إحنا لا ينفع نسمع كلامها ولا ينفع نخالفه. بصراحة التوقيت مش مناسب خالص لكل اللي عمال يحصل لنا ده. يلا الكلام مش هيودي ولا هيجيب، روح انت دلوقتي ونشوف مشكله بعدين سهل الحل سهل. ماشي، باي باي. بس باسم. ايوه حبيبتي. تفتكر دلوقتي بوبي فين؟ ويا ترى بيعمل ايه؟ قولي هيعمل ايه لما يعرف قرار ماما. ربنا يكون في عون الجميع. باي باي. باي باي. هيبقى لحقت قالت لك؟ جاي لوحدك؟ ولا رضوى واقفة على الباب مستنية دورها؟ كتير علينا ندافع على أبونا وأمنا؟ مش معنى إن حضرتك غضبان عليا إن الصلة اللي بيني وبينك تنقطع، أو تخليني ماليش حق السؤال عليك. تسأل عليا؟ عشان ندافع عن نفسي لحد إمتى؟ أنا ما أجرمتش لما اتجوزت. لو قسناها بنفس المقياس يبقى أنا كمان ما أجرمتش لما اتجوزت، إلا بقى لو كان ميزان حضرتك مش مظبوط ومايل ناحية واحدة دايما. على الأقل أنا لما اتجوزت ما سبتش ورايا زوجة بيني وبينها 10 سنين طويلة، وأولاد وبنات اتربوا على حبنا لبعض واحترامنا لبعض، لدرجة إن كل واحد فيهم كان بيتمنى يلاقي زوجة زي ماما، وأب كان عادل زي حضرتك. وهو فين العجل إن أنا أعيش عمري كله أبني وأكبر وأملى الدنيا بطولها وعرضها وشركات ومصانع وأعمل عيلة كل يتحكى بيها
وفجأة ابنك البكري يتخطف وانت هطلع عقلي ما بخلفش ونروح في التراب كأننا لجينا ولا كنا والدالي صغير نسيته ما تضمنش ولقوا بعدين هيكون لمين للعيلة ولا لأمه ولا لجوزها يا ابني أنا استحملت فوق طاقتي عشان العيلة دي تقف في وش الزمن يا بابا اللي يعاند القدر عمره في حياته ما يكسب ده مش عند ده طمع في رحمة ربنا أنه يعوضني عن كل التعب اللي تعبته